الرسالة الثانية الخاصة في التحقيق في قضية التعامل مع العضو المنتدب ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار. هذه القضية موجودة منذ سنوات داخل مجلس الأمة، وهناك كان في بعض لجان التحقيق السابقة هناك تستر على هذه القضية، وهناك فساد داخل مجلس الأمة، وهناك حماية. احنا في الغزو انباقت الكويت، انباقت الاستثمارات، وكنا نتمنى ان الحكومه تاخذ درس من هذه السرقه. وفعلا جينا وبعد فتره الان قاعد نعيش سرقه جديده، وهي سرقه تامينات. مدير التامينات باق التامينات، باق اموال متقاعدين، شلون؟ كان بحمايه نيابيه. كان نواب يحمونه، والدليل على ذلك ان الدكتور فهد الراشد جانا في لجنة التحقيق وقال سلمت ملف السرقات إلى 10 نواب، 10 مو واحد، 10. لذلك نجد أن هناك أيضا بعض المتنفذين وبعض الفاسدين في هيئات الدولة، هناك من يحميهم.